تنويه، هذا الفيديو تسليكي بامتياز، بس دون سكيب ماي فريند لانه على الاغلب راح يعجبك، لذلك ضع لنا علامة اللايك واكتب لنا تسليك بالتعليقات. تذكر ان لم تعلق فاعلم ان الشيطان قد منعك. سلام 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 عليكم ماي فريند، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. وين انا؟ وطلعنا مع العيلة مشوار هون على سفح جبل، على سطح جبل. يلا يا عم الحق احنا ناقصين لمخة في الكلام. فوق جبل سيران، يعني الوالد بالخلفية هون طفش الحيوانات من الجبل وهو كسر خشب. صح اليوم الجو مو كتير مناسب، بس كان لازم نطلع يعني نغير شوي الجو، واجينا على منطقة اسمها تون. هلا نحن حاليا فوق الجبل وفي منطقة ممكن تقعد فيها مسوينا للسيران، ممكن تشوي فيها، ممكن تقعد يعني تتسيبن تغير جو. راح افرجيكم المنطقة، بس الفكرة مو هون، الفكرة اطلالة المنطقة هي المفاجأة. مبدئيا هاي العائلة هيون عم يشغلوا النار مشان نبلش نشوي. ايش يعني سويتنا نشوي الاكل؟ عندك هون طاولة وهذا هو الطريق، وهون في عندك طاولات كمان، والإطلالة هي هاي. شوف البيوت السويسرية مثل بأفلام كرتون، والمي ما بتبين لونه، بس بالعادة بيكون لون المي تركواز. هون هاي الأراجيل هلا عم تجهز، هاي الوالد عم ياخد سيلفي. بعد يا أخي بعد، وإحنا وين؟ أمشي أنا، أمشي غور، أمشي أنا. الوالد طبعا أعصابه جدا رايقة مثل ما شايفين. تذكر مساعدة كنا نشوف البرامج أطفال؟ نفس هايدي، بيت هايدي، وهاي هي الرسمة اللي كنا نلونها ونحن صغار. تذكر وقت اللي البيت وجنب المدخنة وجبل أخضر والشمس بتطلع من هنيك. هاي هي ماي فريند. سؤال يطرح نفسه، ليش ما عنا نحن هيك أجواء مع أنه في طبيعة وفي بحيرات، بس ما عنا هيك أجواء؟ جاوبنا على السؤال يا معلم. لا 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 سيد راسولا وابدي، يعني شوف حتى بأسوأ الأجواء ممكن أنك تطلع وتغير جو وتنبسط بهيك إطلالة. بالمناسبة هونيك إنه جبال الألب. شوف النار عم طفي. شوفوا أبوي وين طالع. إذا أنت أنا ضايع تروح تنكشو هونيك من جنبه. لا من فوق من فوق. الوالد كمان فلوكر. حلوة أيوة. للأسف بلشت تمطر، بس ما رح ننزل. شوفوا شو مناظرنا، يلا قاعدين على النار على امل انه توقف المطر بعد شوي ونكمل الحفله. بدنا نعيش اللحظه رغم الجو الماطر. عم نسوي عرايس. هاي هون انا والوالده بنجهز العرايس، والناس قاعدين على النار هنيك عم يتدفوا نوعا ما، بس يكون واحد مبوز وعم يتشتش ما بيعرف يحكي كتير منيح، بس يعني عادي تعيش تجربة اللجوء مرة تانية بس مع عرايس. هالمرة تجربة متحضرة من اللجوء. خود هدول اثنين احطهم على النار. تفضل ماي فريند، هاي العرايس رايحات على النار. بس حلوة حلوة حلوة، صح برد بس مسلي الموضوع. والله ممكن واحد يسأل حاله ليش نحن طالعين، يعني ايش جابرنا نطلع من البيت ونقعد بالمطر ونسوي اكل ونحن متشتشين؟ بس ماي فريند احيانا الشيء بس ما يكون كتير ظابط ممكن يكون له طعم حلو، ذكرى حلوه يعني. فكر بال هيك كملنا الموضوع وضلينا مستمرين وعلى امل انه توقف المطر، واذا ما وقفت راح ناكل ونشرب الاراجيل وننزل. ماي فريند تعبينا مطر، مطرة مو طبيعية، كبست علينا كبس. سوينا هون شغلة مشان نحمي حالنا من المطر. شوف اختراعات العرب، بصير عندك خيمة من السيارات. تفضل مكفين، تفضل شوف الاختراعات. الهندسة هاي ما بتلاقي منها كتير. رجعنا السيارات على بعض، فحطينا السيارات، فنزلنا الكراسي والسيارات هون، فتحنا الباجاجات هون مشان تحميلها من المطر. واحسن لنا نقطع هاي الفترة، بس انه والله تعبينا مطر، تعبيت انا كل اغراضي مي، حتى جاكيتي صار مي، يعني حتى تصوير ما عاد حسن تصوير، بس حاليا وقفت، احتمال ترجع تطلع الشمس، في امل انه ترجع تطلع الشمس مرة ثانية، بس اهم شيء انه وقفت المطر. في الافق البعيد هنالك شمس قادم من جديد. هذا المنظر من بعيد، هذا الوضع هون وهذا الوضع بالافق. شوف نحن تقريبا بمستوى الغيم حاليا، نفس الشيء على الطرف الثاني. نحن تقريبا بمستوى الغيم وهاي البحيره من تحت. طبعا هلا على الشمس ببين لون البحيره احلى، فان شاء الله نلحق نشرب الارجيلي قبل ما نروح.
الظاهر الجو راح يكون حلو، اذا ضل هيك مكملين عادتنا ان شاء الله. بس والله مغامرة الابتلال ماي فريند يلعن اخت الحالة. شوف شعري صار مي. ماي فريند انت لو محلنا بتضلك قاعد ولا بتروح؟ ايش عم تسوي انت هون؟ ليش هيك حابسينك انت هون؟ عشان المطر؟ دافي هون ها عم بيجيك دفى؟ والله فكرة حلوة، شوف لأنه هون بيجي الحجر دافي راح تنشف جراباتك. ماي فريند الطبيعة هون عن جد شيء غريب، شوف شلون بتتبدل من ثانية لثانية، على حسب ما الوالد ذكر انه هذا هو الدفى اللي موجود بالشجر، اللي مطرت بصير بيتبخر وبيطلع لفوق، شايفين شلون عم تتسكر؟ عم تتسكر نهائيا، هلا بعد ثانيتين ما راح اشوف ولا شيء قدامي. شفت قبل شوي شلون كان الشمس طالعة؟ حاليا ولا شيء، وهون بالغابة وهون بالجبل بلشت كمان يصير ضباب. طبعا هلا كمان في صعوبة بالطريق ونحن نازلين لأنه الطريق كتير ضيق وذهاب وإياب مثل هذاك. هذا هو الطريق ذهاب وإياب وهو بيسع تقريبا لسيارة واحدة أو سيارة ونص حد أقصى. بعض الأحيان مسوين مثل هاي هون مكان لحتى سيارة توقف هون على جنب وتمشي السيارة الثانية تروح، يعني كل تقريبا 500 متر في عندك هاد المجال لحتى السيارات توقف على جنب وتعدي السيارات الثانية. اوكي رجعت صارت تمطر، فخلص هاي لازم تكون النهايه لهي الرحله، مع انه النار شغاله الجو رائع جدا، بس صار لازم نطلع البيت لانه حتى هون بلشت الغيوم يعني تسكر المكان صار كله ابيض. شايفين طبعا انا كنت حابب انه اصوركم الطريق وخطوره الطريق ونحن طالعين على الجبل لانه كتير بعيد عن الارض، ولكن انا لازم اسوق فللاسف ما راح سنصور الا لو حدا صورني. ممكن اللي نفسيته تعبانه بعز دين الشتاء بتطلع على سويسرا بتسوي جوله بالسياره بترتاح نفسيتك بسبب الطبيعه بسبب المناظر، يعني شوف عندك مثلا هذا المنظر اللي قدامك لما تشوف اشعه الشمس شلون عم تطلع عم تضرب على البحيره. هاي البيوت السويسريه المعتاده يعني معروفه، وفي ناس هون اللي بتشتغل مثلا بالزراعه او بيربوا مثلا حيوانات وهيك. هذا الدولة السويسرية بتدفع له مصاري راتب شهري بس لحتى يشتغل هاي الشغلة ويربي حيوانات، يعني هذا بيساعد السياحة بالبلد، وهن هون بدهم انه البلد يبين بلد حلو وله جمالية خاصة بالنسبة للطبيعة بالنسبة لتربية الحيوانات. فشوف مثلا هالجمالية هاي، الطريق فوق عند الجبل ما احسن تصوره انا لانه كنا شوي معبوطين بسواقة، بس هذا الطريق الزفت العادي يعني. شوف هاي جبال الألب لسه الثلج موجود عليها، لا تعتبر مناطق سياحية. سويسرا معتمدين على البنوك واحد واثنين على السياحة، السياحة الشتوية والسياحة الصيفية. جبال الألب موجودة للسياحة الشتوية، السياحة الصيفية عندك البحيرات اللي موجودة بكل مكان. لو انه الجو احسن من هيك كان شفت لون البحيرة الحقيقي اللي هو تقريبا فيروزي. ايوه رجع صحصح الجو حاليا، بس نحن نزلنا على البحيرة جوا هون والشباب هون نازلين دبك. انتهت الاستراحة نكمل على إيفردون. والله ما قالوا نفس الواحد يروح. أحلى شيء أبوي قاعد هون بالسيارة مشغل الصوفاج ورا عباله. الفيديو هذا إذا ما جاب 150 ألف لايك أزعل منكم. مطر تعبيت مطر بس مشان أسوي لكم الفيديو هذا. لايك اشتراك يلا يعطيك العافية. هلا يلا لازم نكمل الطريق. بس أتوقع هذا هو راح يكون نهاية الفيديو، شكرا للمتابعة، إن شاء الله تكون عجبتكم المغامرة، حطونا أعجاب للفيديو إذا عجبكم وشوفكم بالفيديو الجاي. سلام عليكم. شو طلع معك سيد راسي؟ فيديو تسليكي ولا مو تسليكي؟ على كل حال إذا أنت وصلت لهون معناتها أنت من المتابعين الأوفياء، مشان هيك لا تنسى تكتب بالتعليقات تسليك يعني، ومشان ترضى علينا خوارزمية اليوتيوب. يلا نشوفكم الأسبوع الجاي. سلام ماي فريند. أحمد